انا واحد السيده مجوجه، راجلي تشد كان غارديان، وقع له واحد المشكل تشد، بقيت غير انا وولدي تنعاني، وما عانينا بزاف. الدري مرض ليا، الدري مرض، ما لقيت لا من باش نشري ليه دواء، لا ما نشري ليه حتى شي حاجه، لا والو. بما وقع هذا المرض هذا، ريحت انا كاع بحالتي، ما بقيتش نخرج نعس بلاصتو. منين جا هذا المرض هذا وهادي، بركنا في الدار صافي، ما بقينا لا تنخرجوا ولا حتى شي حاجه لا والو. منين جات هذه المبادره ديال الراميد، فرحنا عاد سيدنا اللي دار لنا هذه المبادره وهذه، فرحنا قلنا زعما داك رزيق غادي نعيشوا به. منين صيفط لهم للراميد، صيفطوا لي الكود، صيفطوا لي، منين مشيت لعندهم باش نصرفوا قالوا لي لا ما يمكنش باش غتصرفي هذا المبلغ، سيكون الراجل. قلت لهم اودي الراجل راه ما كاينش، مشدود وفواد زم، ماشي حتى هنايا فواد زم، ما قبلوش. قالوا لي حتى ولو تجيبي لا كارت ديالو ما مقبوش، خصو هو اللي يكون. دابا بغيت نعرف الحل كيفاش، اشنو كاين. انا تنعاني انا وولدي، ولدي مريض ازماتيك، ما عندوش المناعه، ما تنقدرش نخرج. منين غادي نجيب هاد الفلوس؟ مره كنت نمشي تنخرج تنخدم في الديور، تنخرج نخدم في الديور، دابا الديور حتى هما بركونا، ما مع هاد المرض هذا ما تنخرجوش. حتى واحد ما تيعيط لي، صاحبتي كاينه في الشمال وهي اللي عطاتني باش نستوره انا وولدي. انا عندي براكه في السطح، براكه في السطح ما حالتها، كان القصد كان داك البرد وهادي، كان داك القصدر كله تهز عليا. جا واحد الناس عطاوني واحد البراكه ومشيت صيبت بنيت واحد شويه الفوق باش قديت داك القصدر باش قديته. ودابا لحد الان بقى ما كملتش، انا باركه هنايا مستوره انا وولدي. هاد اختي اللي عيطات ليا هي اللي مره تترفع عليا، ما عنديش منين، ما عنديش حاليا. دابا اقسم لك بيمين الله الا اختي اللي فيقتني من النعاس هي اللي جابت لي سميتو واحد البركه، قالت لي هاكي. باش بديت البارح تنبكي عليها، قلت لها تقاد لي الزيت، تقاد لي داكشي كله اللي جبتي لي، وهادي وقفات عليا اليوم في الصباح، هي اللي فيقتني من النعاس باش عطاتني واحد البركه، قالت لي هاكي خرجي سيري تقدي بها. الطلب ديالي انا تنطلب زعما يساعدوني بهذا الراميد، يشوفوا لي شي حل، انا وليدي زعما يشوفوا لنا شي حل، هذا هو اللي تنطلبه. راه ما عندنا لا ما ناكلو ولا باش ناخذ لولدي الدواء ولا باش ندير حتى شي حاجه. حنا عايشين ازمه، نتوما تتشوفوا هذه الازمه اللي حنا عايشين فيها كيفاش دايره. وخرج لي كاين في الحبس نستفد منه.